كيف ما كنعرفوا فإن هذه ورشة الحماية الاجتماعية كل ما يتعلق بالتأمين الإجباري على المرأة، كاين واحد الفئات اللي غاديين يخلصوا على راسهم لأن عندهم من الإمكانيات، وكاين فئات أخرى ديال الأمن والتضامن للدولة المغربية اللي غتخلص عليهم، باش نحافظوا على واحد التوازن في كل ما يتعلق بهذا الورش ديال الحماية الاجتماعية، باش أننا نضمنوا الاستدامة والديمومة ديالو. السنة الماضية كان وقع واحد المشكل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن واحد مجموعة من العمال غير الأجراء من مشاو بغاو يسولوا الوضعية ديالهم عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لقاو بأن كيتسالهم واحد 7000 8000 9000 درهم، في حين أنهم هما ما سبقش لهم استافدوا من التغطية الصحية. وبالتالي اليوم كاين واحد الإجراء اللي قال الصندوق بدا به ابتداء من اليوم، وهو كل ما يتعلق به يعني الإعفاء هاد الناس هادو، بحيث أن حيدوا لهم الديون ديالهم والمتأخرات ديالهم والغرامات في كل ما يتعلق بهذه الديون المستحقه ديال السنه الماضيه، على اساس ان الناس هادو التزموا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش انهم يعني يؤديوا الخيارات ديالهم على مده 12 شهر الجايه، باش من جهه هما يستافدوا من التامين الاجباري على المرض، وبالنسبه للدول المغربيه ان واحد مجموعه من الناس يساعدوها باش نضمنوا الديمومه والاستدامه ديال ورش الحمايه الاجتماعيه بالنسبه للسنوات القادمه.